انتم راكم تشوفوهم يلعبوا في هذاك التراب، هذوك هذوك القراوج هذوك الصغار، بصح راهم عرضه للخطر، خطر الافاعي، خطر العقارب. يعني صباح لقيت لفعه، لفعه شفناها لقيتها تحت اللوحه، تحت اللوحه راهي اللفعه. دونك هاد البنات لا قدر الله راهم عرضه للموت في اي لحظه. ندعيو ان ربي ان شاء الله يحميهم. هاد الغرفة الصغيرة اللي رانا مجمولين فيها ما قدرش تتلمنا خمس أشخاص، يعني هنا وين ياكلوا، هنا وين يرقدوا، هنا وين يشربوا، والله خمس أشخاص يعني ما لمتناش الغرفة، مكترت الضيق صراحة، الله المستعان.